طيب الأستاذ أمير مرتضى المشرف على كرة نادي الزمالك كان شايف الأهلي بره المنافسة خالص، مين اللي في المنافسة؟ مين اللي بينافس الزمالك؟ نتذكر. والله ما فيش الكلام ده، بيراميدز داخل المنافسة بقوة بالنسبة لي أنا. بيراميدز، أنا بالنسبة لي أنا بيراميدز المنافس السنة دي، المنافس بتاعي. المنافس بتاعك. اللي من حقه يقول الكلام ده وصدق كراجل وصدق لغاية امبارح المنافس المباشر للزمالك بيراميدز، الاثنين كان المركز الثاني على المركز الثاني معلق عليه. هو صح. لكن هو ما كانش يقصد كده، هو كان يقصد ايه بقى؟ ان الاهلي ده بره المنافسه، بره المنافسه، وطبيعي يعني كان وقتها منتشي بنتائجه لدرجه انه قال للكابتن سيد ما تيجي تحكم لنا ماتشاتنا، مش فارقه معانا. فطبعا انما هو كمسؤول جوه الزمالك ما غلطش، هو ما غلطش في النادي الاهلي، لكن هو صنف المنافسه، صنف وصنف بمشاعره وثبت ان هي فعلا وصنف هو الزمالك وبيراميدز. ده انت بقى عايز هي افضت الى كده، والراجل يعني رؤيته برضو يعني انت عايز تقول هو موضحش يعني بيتنافس على ايه بالظبط. ماشي، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ صدقوني، عايز تكايد انت كمان وتغيظ ولا ترد على الناس؟ لا احنا مش الهدف خالص، لا الكشف ولا الكسب، صدقوني والله الهدف جمهور الاهلي، لانه لسه الحياه ياما فيها لما تتكرر مثل هذه المواقف ويضغط عليكم للتحريض على الاهلي عشان يتعرقل ويتعثر وما يكملش. خليكم فاكرين، خلي عندكم من تراكم الخبره تشوفوا الناس في اثناء الموسم كان بتعمل ايه وعشان ايه، وبتحاول تصدر مشاعر الاحباط ازاي، وعايزه تكسر في المجاديف ليه، وعايزه تحطكم او عايز تخلق. خلي بالك هو كان عندهم ثقه مطلقه الإدارة في ان هم خدوا الدوري.